تواصل أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشها المتواصل منذ 17 شهرا مدفوعة بالأزمات المالية وأثر الجائحة الاقتصادية، وذلك تزامنا مع تداعيات الحروب حول العالم، في حين توثق مؤشرات وتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين انخفاض التوقعات بنمو الاقتصاد المصري بالتحديد وتسجيل نسب العمالة في هذا القطاع انخفاضا ملحوظا في ظل اختلال مؤشرات السوق وتدهور ظروف المعيشة والعمل. نوضح بعض التفاصيل حول هذا الموضوع، بالتحديد حول واقع العمل وأرقام البطالة في مصر بالتحديد، إذ يوثق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدلات البطالة بنحو 0.5% على أساس سنوي لتصل إلى 7.4%، في حين بلغ معدل البطالة للفئة العمرية تحت سن 30 عاما نحو 15%، بينما سجل معدل البطالة بين الشباب 10.8% والشابات 35.9%، كما يبلغ معدل الفقر في مصر نحو 30% وفق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. أكثر من 10 سنوات مرت على تخرجه من كلية الآداب جامعة عين شمس، لكنه لم ينجح حتى اليوم في الحصول على وظيفة تناسب تعليمه. أنا اسمي محمد، خريج كلية آداب جامعة عين شمس، رب أسرة، عندي 3 أطفال. أول ما اتخرجت من الجامعة اشتغلت يعتبر بمجال شهادتي في مجال السياحة، لأني بتكلم 3 لغات، إلى أن جت كورونا مصر. وللأسف السياحة طبعا من أول المجالات الاقتصادية اللي تتأثر في البلد بأي وضع كان. عملت شيفت كارير وطلعت رخصة مهنية ونزلت شغلت سواق. بتمنى طبعا أن أنا أرجع مجالي أو على الأقل أشتغل بشهادتي، لأن الشغل اللي أنا فيه دلوقتي أقل من إمكانياتي بكتير. بالأرقام الرسمية معدلات البطالة في تراجع، وإن كان هذا التراجع طفيفاً لكن الخبراء يقولون إن أعداد العاطلين عن العمل في ازدياد بسبب أوضاع الاقتصاد التي فاقمتها مؤخراً متغيرات دولية. الفترة القادمة هتكون تحدي كبير بالنسبة للقطاع الخاص في ظل ارتفاع معدلات التضخم، ارتفاع الفوائد، انخفاض شهية الاستثمار، وده اللي يمكن اللي احنا هنشوفه في النصف الثاني من العام من هذا العام. ممكن نبتدي بقى نشوف فعلا الصدمة الحقيقية او الارقام اللي بتعكس التأثير على القطاع الخاص، واعتقد ان هنشوف فيها ارتفاع برضو في معدلات البطالة سواء في مصر او في العالم. استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات القومية هو ما أدى برأي البعض إلى انخفاض معدل البطالة في مصر ليصل إلى 7.2% في الربع الأول من العام الحالي. الدولة المصرية خلال الفترة الماضية كان اهتمامها كله بتقليل معدلات البطالة بين الشباب، خاصة أنه سوق العمل في مصر بيدخل فيه من حوالي 700 إلى 800 ألف شاب، وبالتالي لابد من التوسع في المبادرات الخاصة بالبنك المركزي من ناحية، وأيضا المبادرات في التوسع في التعامل مع الجهات الأجنبية وخاصة جهات التمويل لفتح مزيد من أفاق التعاون وزيادة ضخ أموال في مشروعات صغيرة. التقارير المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري متضاربة، بعضها يعكس مؤشرات إيجابية وبعضها يرسم صورة قاتمة، وبين هذه وتلك تبقى مؤشرات التضخم وارتفاع الدين العام وعجز الموازنة تحديات رئيسية أمام خطط الإصلاح والتنمية التي تصنعها الدولة لتحسين الأحوال الاقتصادية والمعيشية. تنفيذ المشروعات والاستثمارات أدى على مدى أشهر متواصلة إلى توفير المزيد من فرص العمل، لكن تحديات الاقتصاد الداخلية والخارجية قد تعرقل كل هذا التحسن الطفيف الذي شهده سوق العمل في مصر حتى الربع الأول من العام الحالي. مي عدلي، الحرة، القاهرة. نتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا من القاهرة الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور هشام إبراهيم. صباح الخير عليك دكتور هشام. يعني كيف تقرأ مؤشرات الاقتصاد المصري والأزمات المالية التي يمر بها؟ صباح الخير. في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. هو بالتأكيد الاقتصاد المصري منذ عام 2016 3 نوفمبر تحديدا حينما بدأ برنامج الاتصال الاقتصادي، هي كان المؤشرات الاقتصادية على مستوى الكلي كانت هي تتجه لمزيد من التحسن، والحقيقة أتصور كمان أنه كان المواطن يشعر بهذا التحسن في شكل تحسن مستوى المعيشة، زيادة مستوى الدخل،
توليد مزيد من فرص العمل. لكن حينما جاءت جائحة كورونا بالتأكيد أثرت بشكل كبير، أخذا في الاعتبار أنه من بين أهم القطاعات اللي أثرت عليها الكورونا واللي بيعد من أهم القطاعات داخل النشاط الاقتصادي المصري هو قطاع السياحة، لأنه الحقيقة معدلات التشغيل معدلات التوظيف داخل هذا القطاع كبير للغاية، وحينما جاءت الجائحة أثرت على هذا القطاع. هذا القطاع كان الحقيقة بيصل بإيراداته لحوالي 13 مليار دولار قبيل الجائحة، بنتكلم على 13 مليون سائح هي كان بيعدوا ليه السوق المصري، بالتأكيد جزء كبير من هذا الرقم فقد بسبب جائحة كورونا. ثم جاءت الحرب المشتعلة في أوكرانيا، بالتأكيد اللي بتأثر على الاقتصاد المصري زي ما بتأثر على معظم الاقتصادات على مستوى العالم. المشكلة اللي بتواجه الاقتصاد المصري إنه زيادة فاتورة الواردات، ما زال قدر الاعتماد على الخارج ما زال مرتفع، وخاصة في قطاع الصناعة ما زال مدخلات الصناعة مواد خام قطع غيار وما إلى ذلك هي قطاع الصناعة معتمد عليها، وبالتالي التصور أنه القطاع الصناعي يمكن هو اللي خلق مشكلة لذاته حينما لم يعتمد على قدراته الذاتية. قطاع الزراعة بالتأكيد أيضا بتواجه تحديات في ظل زيادة معدل النمو السكاني داخل مصر، بنتكلم على ما يتجاوز 2%، وبالتالي دي كلها ضغوط بتأثر على الاقتصاد بتأثر على المواطن. بالتأكيد لما بتشتد الأزمات وخاصة القادمة من الخارج بالتأكيد ده بينعكس بالسلب. طيب دكتور هشام، يعني معادلة مفهومة أنه يتأثر الاقتصاد العالمي بمجمل ما يحدث من حروب وغيرها، لكن لماذا تأثر قطاع العمل الخاص غير النفطي بهذا الشكل في مصر؟ عوامل عدة. مؤكد أنه ارتفاع معدل التضخم والآثار اللي نتجت عنه، بمعنى أنه يمكن الدولة سواء كان الحكومة أو البنك المركزي لم يقف مكتوف الأيدي في ظل التحديات والتهديدات اللي بتأتي من الخارج. البنك المركزي الحقيقة أقدم على خطوتين. الخطوة الأولى هو رفع أسعار الفايدة، الاجتماع قبل السابق 1% ثم الاجتماع السابق 2%، فبنتكلم ارتفاع 3% حتى الآن علشان يواجه معدل التضخم المرتفع. الأمر الثاني هو أعطى مرونة أكبر لسعر الصرف، بنتكلم على تقريبا نسبة انخفاض في قيمة الجنيه تصل ل 18%، وبالتالي هذين العنصرين أثروا بشكل كبير على الاقتصاد القومي على داخل المواطن على القرى الشرعية، والأكثر أهمية أنه أثرت على قطاع الصناعة على العمل الخاص، لأنه الحقيقة من شأن أن ترتفع تكلفة التمويل ومن شأن أن ترتفع قيمة ما يتم استيراده بفعل انخفاض قيمة الجنيه أمام النقد الأجنبي، بالتأكيد ده ألقى بمزيد من الضغوط على قطاع الصناعة على وجه التحديد على المستثمرين من القطاع الخاص، وبالتالي هو ده التحدي الأساسي اللي بيواجه مجتمع العمل حاليا وقدرته على استيعاب أو امتصاص الصدمات اللي أتت سواء كان بفعل ارتفاع سعر الفائدة أو بفعل تخفيض قيمة الجنيه، وقدرته على زيادة حجم إنتاجه وقدرته على توفير مزيد من فرص العمل صار أنه تحدي كبير للغاية. طب دكتور هشام، بتشوف أنه بالمقابل يمكن لقطاع العمل النفطي أنه يستوعب الوظائف المفقودة مؤخرا في مصر؟ أتصور لا، لكن مؤكد قطاع الطاقة بشكل عام والبترول والغاز بشكل خاص هي بينمو بمعدل طيب للغاية. خلينا نتذكر أنه الحقيقة كان لدينا فجوة كبيرة جدا في قدر ما يتم استيراده بالمقارنة مع حجم الاستخدام داخل الاقتصاد. بس خلينا نتذكر القفزة اللي حدثت في قطاع البترول في قطاع الغاز، التعجيل بأن يدخل حقل ظهر بكامل طاقته الانتاجية لحيز الانتاج الفعلي ثم اتجاه مصر للتصدير، بالتأكيد من بين العوامل الهامة جدا اللي ساندت الاقتصاد المصري. أيضا لدينا معدلات في رفع نسب الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالبنزين والسولار، اتصور انه العام القادم 2023 هيكون لدينا اكتفاء ذاتي في هذين المنتجين الهامين للغايه، وبالتالي نقدر نقول انه قطاع الطاقه الحقيقه كان تقريبا منذ 6 أعوام من بين اكبر القطاعات الضاغطه على الوضع الاقتصادي على النادي الاجنبي، اصبح هذا القطاع حاليا هو اللي بيساند
الوضع الاقتصادي هو اللي بيحقق مواد بالنادي الاجنبي للاقتصاد المصري، وبالتالي هذا القطاع بينمو بمعدل طيب للغايه. حجم الاتفاقات اللي بيتم توقيعها مع الشركاء الاجانب بيتزايد عن بعض اخر، حجم الاكتشافات بيزيد بشكله الطبيعي، لكن قدره هذا القطاع علشان يمتص فائض العماله اللي موجود داخل الاقتصاد واللي جزء مهم منهم فقد وظائفه بسبب ما يحدث داخل قطاع السياحه، اتصور انه هيكون امر صعب للغايه. نشكر مداخلتك معنا المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور هشام ابراهيم، شكرا جزيلا لك.